السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مجلة الأسرار. في هذا الفيديو سوف نتعرف على التسويق بالعمولة كطريقة لكسب الأموال عبر الإنترنت أونلاين. يعتبر التسويق بالعمولة من أهم المجالات الموجودة حاليا للربح من الإنترنت والعمل، وهو باختصار أن تقوم بتسويق منتجات أو خدمات الغير مقابل عمولة محددة وتحصل على عمولتك عند إتمام عملية البيع. في الحقيقة ليس من الضروري أن تكون العمولة مقابل عملية بيع، فهناك الكثير من الشركات المتخصصة في التسويق بالعمولة تسمى شركات CPA، وهو اختصار لكلمة Cost Per Action أو الدفع مقابل عملية ما. وهذه الشركات تقدم عمولات مقابل الكثير من الخدمات التسويقية المتنوعة والصغيرة، مثل تنزيل التطبيقات أو التسجيل في المواقع أو إدخال البيانات الشخصية إلى غير ذلك من الطرق. في الحقيقة نظام التسويق بالعمولة اشتهر جدا في الآونة الأخيرة، وذلك لأنه يمثل حلا عبقريا للمعلن أو صاحب المشروع أو صاحب المنتج وللمسوق بالعمولة الذي هو أنت. فمن خلاله يستطيع المعلن زيادة نسبة مبيعاته بشكل كبير نتيجة وجود عدد كبير من المسوقين يعملون من أجل ذلك. والمسوق أيضا من خلال هذا النظام يستطيع تحقيق أرباح ممتازة من سلعة لم يقم هو بامتلاكها ولا بإنتاجها، كما أن المسوق هنا لديه الفرصة لاختيار ما يريد من سلع أو خدمات للتسويق لها. نتيجة مميزات التسويق بالعمولة، فقد قامت الكثير من الشركات في الآونة الأخيرة بفتح نظام لمشاركة الأرباح، وأيضا هناك الكثير من الشركات المتخصصة في التسويق بالعمولة بشكل أساسي. وهذه قائمة صغيرة بأهم الشركات الرائدة في مجال التسويق بالعمولة والتي أعمل مع بعضها منذ زمن ليس بقليل. موقع كوميشن جانكشن، موقع أمازون، موقع كليك بانك، موقع تشير أسيل. أيضا مؤخرا بدأت فكرة التسويق بالعمولة بالانتشار في الوسط العربي، فهناك الكثير من المتاجر المشهورة مثل جوميا ونمشي وسوق دوت كوم لديها نظام للتسويق بالعمولة، ويمكنك كعربي العمل والربح من خلالهم بصورة سهلة. للحصول على المزيد من المعلومات حول التسويق بالعمولة، قم بقراءة موضوع التسويق بالعمولة في شرح مفصل وشامل من خلال رابط موقعنا بالأسفل في وصف الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، نتمنى أن ينال المقطع إعجابكم. ادعمونا بالضغط على زر لايك وشاركوا الفيديو واشتركوا في القناة. إلى اللقاء.